هذا ويشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركة مميزة من دور النشر الآسيوية التي احتلت مكاناً ممتازاً في المعرض، إذ قدمت الكثير للقارئ النهم لهذا النوع من المعرفة في ذلك القسم من العالم. مجد السويدي والتفاصيل. في إطار حرص معرض الشارقة الدولي للكتاب على جمع الثقافات العالمية تحت مظلة واحدة والتعريف بمختلف الإبداعات الإنسانية، يحتضن المعرض مزيجاً من الأجنحة غير العربية ومن بينها الجناح الآسيوي الذي يشهد إقبالاً لافتاً من زوار المعرض. نحن سعداء بالتواجد في المعرض، خاصة في ظل المبيعات القوية التي تشهدها كتبنا، وبالطبع من المهم تواجدنا في هذا الحدث الثقافي العالمي الهام. يأتي هذا الإقبال الكبير في ظل زخم ثقافي ملحوظ لإصدارات ثقافية وعناوين متعددة في مختلف المجالات كالفكرية والأدبية وغيرها من الموضوعات التي تقدم بقوالب مختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية. هذه المرة الثالثة التي أحضر فيها إلى المعرض وقد أعجبني كثيرا، فهنا أجد عدداً هائلاً من الكتب والعناوين المختلفة، كما أنها فرصة للقاء الكتاب والمؤلفين الآسيويين الذين يستضيفهم المعرض. يعني اليوم معرض كتاب الشارقة كان غير عن كل السنوات اللي طافت، كان متميز بتنوعه في اللغات سواء كان اللغة الإنجليزية أو العربية فارسية، فكان تنوع اللغات وشيء وايد حبيته. أن كل سنة تكون غير عن الثاني، في أشياء جديدة، في كتاب جداد، في كتب إصدارات جديدة. وتأتي هذه المشاركة المميزة والمتنامية من دور النشر الآسيوية لتشكل إضافة للمحتوى والمضمون في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو أمر تحرص هيئة الشارقة للكتاب على تحقيقه، خاصة وأن المعرض يهدف لمد جسور التواصل مع مختلف الثقافات ليكون بهذا نقطة لالتقاء الحضارات وملتقى للمبدعين. عقول نيرة، قراء ومثقفين من مختلف الجنسيات أتوا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب لينهلوا من معين ملايين الكتب. لأخبار الدار، مجد السويدي من إكسبو الشارقة.